بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة بنتكلم عن زراعة الأنفاق الشاش أو الأنفاق الصيفية. الأنفاق الصيفية إيه الفكرة في الأنفاق الصيفية؟ هي نفس الفكرة في الأنفاق الشتوية، بس الأنفاق الشتوية بتحملنا الزرع بتاعنا من البرودة العالية ومن موجات الصقيع، والفايدة اللي فيها كلها إن أنا بحاول أنزل محصول في وقت مبكر عن نزوله. بمعنى إن أنا في الشتاء مثلا لو عندي كنتالوب بيتزرع الطبيعي بتاعه في نص إبريل مثلا، في 4 أو في أول إبريل، لا أنا في أول شهر فبراير اللي هو شهر 2 ميلادي بقدر أزرع كنتالوب، بزرع طماطم مبكرة، بزرع بطيخ، وبحصد بدري، وبالتالي باخد ميزة الأسعار الكويسة. طيب بالنسبة للصيفية ما فيش حد طبعا دلوقتي مش خافي على أي حد، إن كان إن إحنا عندنا حرارة بتزيد كل سنة عن سنة، وبالتالي الطماطم اللي لما كنا بنزرع زمان مثلا في 15، يعني أنا في المنيا في 2005 كنت بزرع في 25/7 وفي 20/7 تمام في المنيا في الصعيد، أصبح النهاردة الميزة دي مش موجودة أو صعبة أو هتقابلها بعض المشاكل قد تؤدي لأن أنا أصلاً ما يكونش عندي طماطم أو المحصول بيتحرق في الأرض بتاعته. طيب في بعض الدول الحارة اللي أنا مثلاً زي دول الخليج اللي أنا ممكن أزرع فيها مثلاً في 15/10 وأكون مرتاح، بحيث أن الجو أصبح النهار أصبح قصير والحرارة اتكسرت الحدة بتاعتها على مدار الليل وأصبح على مدار النهار وأصبح بالليل الجو معتدل تمام. طيب لما أنا أزرع في شهر 10 الموضوع طويل قوي وقد يقابلني بعض الصقيع، فطيب أنا عايز أزرع بدري شوية أو أزرع في 15/9، فما فيش قدامي غير طريقة واحدة هي اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دهيت، اللي هي طريقة الأنفاق أو الأنفاق الشاش أو اللي هو الشاش الصيفي دهوت. فالشاش الصيفي دهوت فيه ميزة يا جماعة. أول حاجة إن هو بيعمل لي عملية تظليل خفيف، بيعمل لي عملية تظليل خفيف، دي رقم واحد. رقم اتنين إن اللون بتاعه أبيض، وبالتالي أشعة الشمس لما بتكون ساقطة فبيعمل لها بيعكس أشعة الشمس فبحد من درجة الحرارة، بحيث إن أنا أقدر أطلع محصول كويس وإن أنا أطلع محصول جودته كويسة في وقت كويس من السنة، فهمني؟ طيب واحد هيقول لي والله أنا عندي طماطم عقد مبكر، أصلا أنا عندي طماطم تتحمل إن أنا أزرعها في الكويت أو في السعودية أو في بدري. وفي فرق بين حاجتين، إنك أنت تزرع بدري والنبات بتاعك يمشي ما حصلش فيه مشكلة، وإن حضرتك تزرع متأخر وهتصبح لك المشاكل، لأن الأسعار قد تكون متدنية، إن الأسعار هتبقى فمشاكل، إن يقابلك موجات من الصقيع، دي حالة، واللي إحنا بنحكي فيه ده حالة تانية. فلا يمكن طبعا يتساوى، اللي هو اتزرع تحت النفق ده مع الجماعة اللي هم بيقولوا الصنف متحمل للحرارة وتعالوا نزرعه في 45 والكلام ده كلته، وأنا في أي بلد من البلاد إن كان الكويت أو العراق أو كده هزرع تحت الـ أزرع في الأوبن فيلد أو الحقل المكشوف وهتتساوى مع الأنفاق اللي حضرتك شايفها ديت. الكلام ده هو غلط. نشوف مع بعض النفق ده قصته إيه. النفق ده هو عامله أخ من السعودية، أخدت الفكرة منه يعني عشان بس ننسب الفضل الأهل يعني، أو والله مش فاكر من أي أنه بلد بالضبط. المهم أن الراجل زارع بالقصة دي. القصة مكونات النفق ده إيه؟ أهو قدامك أنا عامل خرطوم أهو تمام، وخرطوم أهو قريبين من بعض تمام، وموسع المسافة ده هي بحيث أن أنا الطماطم دي هتيجي هنا، والخط التاني الطماطم بتاعته هتروح هناك تمام. النفق متكون من ده، دي ماسوره من اللي هي بتاعت السباكة العادية خالص اهي فاهمني، وده حتة حديدة هي طولها 70 سنتي، 50 في الارض و20 فوق اهي، وبنركبها مع بعضها كده بحيث ان هي عاملة لنا النفق. ميزة الماسوره دي ايه يا جماعة؟ ان هي ما بتعملش مشكلة
غير السلك. السلك ممكن يعمل لي مشاكل لان الشاش الابيض ده هو خفيف جدا ومن اقل شيء بيتقط. فبنعمل الماسوره دهيت بحيث ان هي بتكون شايلاه وعامله له حمايه بحيث لو قام هوا وبيروح وبيجي عليها ما بيحصلش مشكله بالنسبه للتقطيع بتاع النفق ده. تمام. طيب نيجي نشوف الطماطم. ما شاء الله دي والله 8 ايام معجة يعني ما شاء الله. لا يمكن هتزرع بره، ممكن تزرع بره وتقف ما فيش اي مشكل خالص، بس لا يمكن هتكون زي ده. هي الصنف طبعا جاي من مصر، صنف ممتاز جدا اهي، حاجة كويسة جدا. تمام. النفق زي ما حضراتكم شايفين كده هوت، بتحط السماد بتاعك هنا العادي، الخدمة الارضية العادية خالص، وبتشد النفق اللي انت شايفه ده هو. تمام. نشوف هنا برضو النفق اهو، ما شاء الله كله كويس ما شاء الله، يعني اسبوع انا شايف ان الحال ممتاز جدا جدا جدا، مش سيء يعني ولا حاجة. انا شايف ان قصة النفق ده هو جميع بالنسبة لبلدي مصر هنبدأ نستخدمها غصب عننا اليومين اللي جايين ده هما، لان انا حاسس ان كل سنة بتزيد درجة الحرارة عن التانية. فكرة ديت جميلة يا جماعة ومش مكلفة قوي، لان الماسورة ده هي قد تعيش معك ممكن 20 سنة، يعني فهمني الماسورة دي تعيش معك حوالي 20 سنة او زي ما انت عايز. هاي اللي هيدوب مش هتدوب من اي حاجة خالص الماسورة البلاستيك دي. تمام. الماسورة البلاستيك دي الطول بتاعها 2 متر، 2 متر. شوف حته مقطوعه، نشوف ما شاء الله، شايف النبات اهو، فاهمني النبات اهو كله ما شاء الله، الدنيا ممتازه جدا. الماسوره دي هتعيش معاك فتره كبيره، فاهمني الماسوره دي هتعيش معاك فتره كبيره. طولها 2 متر وممكن 190 كمان. الماسوره الكبيره بنقطعها 3 قطع، امورها بتكون ممتازه جدا جدا جدا. الطريقة بتاعة الفك والتركيب بتاعها طبعا هو من اول بس ما بتدق العودين الحديد، بعد كده بتلبس طرف الماسورة دي من هنا والطرف الثاني من الناحية الثانية، وبتشد النفق بتاعك زي ما تكون شد نفق بلاستيك بالظبط. الميزة بس مش في ان هي هتستخدم كده، لا ده انا ممكن بعد ما اشيل الطماطم بشيل النفق ده او القماش ده وابدا اجيب البلاستيك بتاعي، ونفس القصه مفيش اي جديد خالص زي اللي بيعملوه اخواننا العراقيين. القصه دي هنستخدمها في مصر، هنستخدمها في مصر في الايام اللي جايه، واللي مش هيعمل كده لا يمكن هينتج حتى وجه بحري، مش ممكن هينتج طماطم جودتها كويسه ولا محصولها كويس يضاهي المصروف او التكلفه اللي كلفها عليه. الانفاق ديت من افضل المميزات بتاعتها ان النبات بتاعها، النبات تحتها بيمشي مشي طبيعي جدا كانك في درجه حراره 30 او يعني اقل منها بقليل يعني. تمام. فدي كانت قصه الانفاق البلاستيكيه اللي احنا الانفاق برضه البلاستيكيه، الانفاق الصيفيه اللي هي انفاق الشاش اللي احنا شايفينه. مساحه كويسه جدا تحت التجربه في العبدالي في الكويت. في ناس بتعمل بس احنا يعني انا ناوي باذن الله تعالى نتوسع فيها، لان دي لو نجحت طبعا هتطلع لي محصول كويس في وقت مظبوط ممتاز، هتطلع لي جوده كويسه جدا وتكلفه حتى في الرش والمكافحه هتبقى قليله، لان النبات يعتبر معمول له حمايه كويسه جدا جدا جدا. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبنصح بزراعة الأنفاق الصيفية.